فضلت الشيخ في الأسبوع القادم قدمنا سؤال وكنت رسولا من خلفي، والسؤال هو عن اللوحات في الشارع فيها سبحان الله والحمد لله. فقال قائل منا: أليست بدعة؟ أفعلها الصحابة؟ فما هو ضابط البدعة عفى الله عنك؟ نعم، البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عز وجل، هذه البدعة. أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة، يعني فرق بين المقاصد وبين الوسائل. فلو قال قائل مثلا: مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ غير موجود في عهد الرسول بدعة، يقولنا غلط، لأن هذا وسيلة لإيصال الخير إلى الناس. هذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس، لتذكير الناس بذكر الله عز وجل.